فيش زباله؟ ده مفيش غير الزباله. خش، في شويه هنا في المطبخ وفي شويه على باب المعمل، بس اقلع جزمتك وما تلمس حاجه جوه، وتدخل وتخرج في خلال 17 ثانيه. انت فاهم ولا ايه؟ ما بالراحه. طيب استنى كده، خد البس الجوانتي ده والكمامه دي. وعليه البهدله دي يا دكتوره؟ ما تخش تجيب الزباله وتدهاني. ها؟ انا اشيل زباله؟ ها؟ خش خش، انت شكلك غلبان مش عارف بيتكلم مين. سبع ثواني، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. خاف ابن العبيطة ده، سوبر هنيدي. خد بالك من نفسك ومن كلب البحر. زمن القراصنة ولا ايه؟ دول خلي طالع منك جهالة، انت مش هتبطل الحركات دي بقى يا ابن اللذينة يا صغير. كوك، انا زهقان قوي يا صلعت، قوم شغلين تلفزيون. الكهرباء مقطوعة، بس انا ممكن اسليك يعني، تحب اغني لك؟ غني يا سيدي غني. اغني لك ايه؟ اغني لك ايه؟ بس انا هغني لك حاجه للكينج محمد منير، انا عارف انك بتحبه. اسمع يا سيدي. يا 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 علي صوتك، علي صوتك بالغناء، لسه الأغاني ممكنة ممكنة ترقد. أرقد غصب عني، أرقد غصب عني، غصب عني، غصب عني، أرقد 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 أرقد. اتفضل يا دكتور سيد. هو فين المريض؟ اللي راقد هناك ده. هنيدي هنيدي، كويس إنك جيت، انا هموت وادخل الحمام يا هنيدي، ابوس ايدك يا هنيدي. ما انا جبت لك دكتور سيد علشان الموضوع ده. هيعمل ايه دكتور سيد ده؟ هيركب لعابدين قسطره عشان البيبي، كده مش هيحتاج يروح الحمام. طب وبالنسبه للحاجات التانيه اللي غير البيبي؟ ما انت مش هتحتاج الحاجات التانيه دي، عشان انت اصلا مش هتاكل علشان تحتاج تخش الحمام. ايه مش هاكل انا؟ يعني ايه؟ امال هعيش ازاي انا؟ دكتور سيد هيعلق لك محاليل فيها كل اللي تتمناه، مش هتجوع خالص صدقني. بس انت كده بتظلم صاحبنا يا هنيدي. معلش يستحمل كده ويسترجل شويه، كلها يومين. شوف شغلك يا دكتور سيد. الو العين يا سوبر هنيدي، مصيبه مصيبه وهتودينا كلنا في داهيه.